السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب. اليوم إن شاء الله محاضرتنا Lecture 4 الجزء الثاني، راح أشرح لكم بعض الأشياء المهمة عن الـ Thread Programming. يبقى لنا إن شاء الله What is a محاضرة thread. أخيرة Thread is a sequence of instructions that can be executed concurrently with other such sequences in multi-threading environments while sharing the same address space. هذا ممكن نعتبره تعريف بسيط، عندكم نفس التعريف بصورة أوضح طبعاً بالunit 2 أو lecture 2. أي تعريف تختاروا على thread أنا ما عندي أي مشكلة، شنو الشيء اللي أنتم تفتهموه تكتبوا ما عندي أي مشكلة، المهم صح. طبعا الثريد هو بروسيس، لكن بروسيس لايت ويت بروسيس نوت نورمال بروسيس. ليش؟ البروسيس يحتاج ريسورس منفرد له، ما يتشارك بالريسورس. الثريد لا، يتشارك الثريد، ممكن يتشارك بالريسورس ماله، لهذا يعتبر لايت ويت. في حاله جاكم بالامتحان ليش الثريد هو لايت ويت بروسيس، الجواب يكون بيكوز الثريد هاف some of the properties of a process. هذا الجواب اللي أني أريده بالامتحان، أوكي؟ طبعاً أني المالتي تاسك فهمت لكم إياها بالمحاضرات السابقة. المالتي تاسكينج تكون نوعين، يا أما process based أو thread based. يعني أني ممكن أسوي مالتي تاسكينج بالبروسيس أو مالتي تاسكينج بالثريد. بالنسبة للثريد تكون كل ثريد مستقل ويتشارك بالريسورس، بينما البروسيس أيضا يكون مستقل لكن ما يتشارك بالبروسيس، فتظهر عندي عدة مشاكل برمجية من ضمنها البلوك أو الستارفيشن. المالتي ثريد بروجرام يحتوي على أكثر من ثريد وممكن يتنفذون بنفس الوقت. What are the differences between process and thread؟ راح أتكلم في حالة عندي أكثر من ثريد وأكثر من بروسيس. البروسيس independent، يعني كل بروسيس يتنفذ يحتاج ريسورس خاصة به، ما يقبل أي بروسيس ثاني ياخذ الريسورس مالته أو يتشارك بيها. الثريد لا، not independent، يعني شنو؟ كل ثريد يتشارك مع الثريدز الأخرى في كل شيء، كل شيء يتشاركون به أداء الستاك والبروغرام كاونتر. هاي الشغلتين الوحيدة اللي الثريد ما يتشارك بيها. هذا الرسم طلاب مطلوب من عندكم، الفرق بين السنجل ثريد والمالتي ثريد. الثريدز كنا تتشارك بكل شيء، كل شيء الديتا فايلز اللي هي الريسورس، هذا البارت يعتبر ريسورس، أوكي؟ لكن ما تتشارك بالرجستر والستاك أو الرجستر كاونتر and ستاك، هاي ثلاث شغلات ما تتشارك بيها الثريدز. نانا مثل ما تلاحظون عندي 3 threads 1, 2, 3 ده تسوي فد execution لكود معينة، أو كل thread ده يتنفذ فد كود معينة، يتشارك بالديتا والفايلز الموجودة اللي هي الريسورسز، لكن لكل ثريد register counter وستاك، لكل ثريد register وكاونتر and stack. هذا الرسم مهم طلاب مطلوب منكم. الآن رح نتكلم على مقارنة سريعة between the process and the thread. هاي المقارنة مطلوبة من عندكم، هاي المقارنة كلش مهمة طلاب، أريدكم تفهموها كلش زين. المقارنة هي شنو؟ هي ثلاث حقول: basic of comparison, process and thread. basic of comparison، شنو الأساسيات اللي أنا على أساسها راح أقارن between the process and the thread؟ أول شيء راح أخذ البيسك، basic program and execution process. Program and execution هاي البيسك مالته، يعني برنامج دي يتنفذ. Thread lightweight process or part of it. Memory sharing، بالنسبة للبروسيس
معزول تماما، كل بروسيس يحتاج ميموري شيرينج خاصة، العفو ميموري خاصة بي، ما يسوي أي شير للميموري. للميموري الفريد لا، شيرد دو شيرد ميموري. اوكي، ريسورس كونسبشن يعني البروسيس يحتاج ريسورس ويستولي على الريسورس، ما يقبل أحد يتشارك. الثريد لا، less than the process. الثريد ممكن يتشارك بالresource conception. الefficiency، البروسيس less efficient، الثريد enhanced efficiency. يعني بالنسبة للكفاءة الثريد أفضل من البروسيس. time required for creation، يعني الوقت المطلوب حتى أسوي process أكثر من الوقت المطلوب حتى أسوي thread. context switching time، هاي context switching هاي كلش مهمة. process حتى أبدل بين process وprocess أخرى أحتاج وقت كلش كبير، بينما بالthread الوقت أقل، وهذا هو يخلي lightweight، هذا يخلي الthread lightweight لأنه الكونتكست سويتشينج أقل. uncertain termination حتى أني أنهي أسوي termination، مو بس أنه أني أنهي، لا مثلا صار فد إنهاء معين أو ما مرغوبي. الريزولت إذا كبروسيس الريزولت تروح تنفقد من عندي، لكن إذا ثريد ممكن أسترجعها في حالة صار عندي uncertain termination. بالنسبة للtermination النهائي والfinal إنه أنا أنهي البروسيس يحتاج وقت أكثر من الثريد. هذا يا طلاب ما مطلوب من عندكم تحفظوا الثريد لايف سايكل، هذا إلكم أنا خليته مجرد تطلعون عليه. هاي إن شاء الله راح تأخذوها بالoperating system إن شاء الله سنة الجاية، تأخذوها بالتفاصيل الأكثر. يعني أني مثلاً عندي لايف سايكل معينة أو دورة حياة خاصة للثريد، ممكن أسوي له إنشاء، أخليه ينتظر، أخليه يعمل، أسوي له رانينج أو هي. الأذر different states أيضاً أكو ثريد لايف سايكل أخرى بالإضافة إلى العمليات الأساسية اللي كانت قبل هاي الصفحة، هاي أيضا ما مطلوبة من عندكم بس للإطلاع. عندي البلوك ستيت والسليبينج والويتينج. طبعا مرات إذا تعامل خاصة وين نظام تجربة البلوك والسليب والويت هواي تظهر عندي حالات أحتاج بها هذه العمليات. البلوك أحيانا يصير تضارب أو ممكن ما أقدر أسوي فد معالجة لثريد معين أو صار عندي فد إيرور معين، خاصة من أنتظر الـ Input Output Request. مرات من أريد Resource أو أريد أطبع شيء ما أقدر لسبب أو لآخر، وأكو أكيد أسباب منطقية طبعا تأخذوها إن شاء الله بالتفاصيل بالـ Operating System، فلهذا يصير عندي بلوك. مرات أنا أحتاج أخليه يسوي سليب، يعني ما أستعمله فترة وبعدين أجي أسوي له إعادة استعمال. ومرات لا، يصير عندي ويت مثلا من أبدل من حالة الأخرى، مثلا من بلوك إلى الران أو من السليب إلى الران، أكيد أكو فد سايكل للويتينج، يعني أكو فد تايم يصير بي ويتينج. إن شاء الله هاي أيضاً حتاخذوها بالتفاصيل، هاي ما مطلوبة من عندكم، لكن أنا بس حبيت أنطيكم فكرة شو ممكن أني أتعامل ويا المالتي ثريد، وخاصة بأنظمة التشغيل، لأن هي أنظمة التشغيل هي المثال الحي للتعامل ويا الثريدز، لأنه أنظمة عملاقة بها برامج عملاقة تسوي لي أكثر من حالة وبنفس الوقت مالتي تاسكين. هي برامج العملاقة، البرامج العملاقة تحتاج هذه الشغل، تحتاج تكون التعامل مع الثريدز بصورة. عندي ويب صحيح. سيرفر ويب سيرفر العفو، ما بي مالتي ثريدد. أوكي، وممكن الريكوست اللي يصير على السيرفر ينتظر بكيو،
يعني كل ما أكمل واحد أخذ الورا إلى آخره. وهذا الشيء يعني أكيد حيسبب لي مشاكل، لأنه السيرفر يحتاج وقت سريع حتى يعالج الريكوست اللي تجي. شلون أقدر أحل هاي المشكلة؟ إذا عندي باد ريكوست، يعني صار عندي فد مشكلة أو فد إرار بالريكوست، شلون أقدر أحل هاي المشكلة؟ أريدكم تقترحوا لي فد حل معين. أول شي حاولوا don't google it، حاولوا اعتمدوا على شنو أنتوا استوعبتوا المادة شلون وشنو ممكن تسووه. أنطوني فد فكرة. أوكي. هذا الواجب مطلوب من عندكم. إذا نداوم إن شاء الله تسلموني يا باليد ويا بقية الهوموركس اللي رح نزلكم يا على الكلاس روم. إذا ما لحقنا أو ما قدرنا نداوم إلى آخره دزوا ليها على الإيميل. أوكي. إن شاء الله نشوف شلون رح يعني تقضي هاي الليلة. أو الله كريم. Thread popular improve application through parallelism، يعني شنو؟ أني حتى أحسن من الابليكيشن أحاول دائما أخليه parallel. ليش؟ لأن parallel programming قسمت التاسكس، يعني قسمت وخففت طريقة الاستعمال والمعالجة. مثلا عندي البراوزر، كلكم تعرفون شنو براوزر، مثلا الجوجل. أوكي. البراوزر بي multiple tabs، بي أكثر من يعني option، بي شون أروح للإيميل، شون أروح مثلا للابليكيشنز اللي عندي، بي أكثر من tab، يعني هاي الفايل والأدت، يعني هواي بشغلات. أي براوزر عادي، مو شرط الفايل، يعني مو دائما بي فايل أو شيء، لكن أي براوزر عادي بي كوما دقم. أوكي. خلي نعتبرها التابس مثل الدقمة أو الأزرار. هذا هو different threads. MS Word، الوورد نفسه أو الPowerPoint، أي application بي graphical user interface، هذا يستعمل multi thread، كل جزء يسوي لي فد شغلة معينة. أوكي. هواية عندي برامج ممكن تشوفون بيها تطبيق الثريد بروجرام. threads operate faster than process. ليش الثريد ينفذ أسرع من البروسيس؟ هاي النقاط السبعة، هاي النقاط هي تمثل مختصر لعمل الثريد، أو اللي يخلي الثريد يكون أسرع من البروسيس. thread creation much faster، يعني أسرع أسوي ثريد أسرع مما أتعامل ويا بروسيس. context switching between threads much faster. thread can be terminated easily. communication between thread faster. enhance parallel processing. increase response to the user. utilize the idle time of the CPU. هذا الـ idle time طبعاً إن شاء الله أيضاً المفروض تاخذوه بالarchitecture مع الكمبيوتر. تعرفون شنو يعني idle time. أوكي. أنتم ما مطلوب من عندكم تعرفون شنو التفاصيل، لكن مطلوب من عندكم على الأقل 5 من هذه المقارنة أو يعني النقاط هذه. يعني إذا جاكم compare between الثريد والبروسيس تكتبوا لي المقارنة، وجائز ما أنطيكم إياها كلها، مثلا 5 من not all. أوكي. مثلا أنطيكم من ناحية كذا كذا كذا، بس أنتوا لازم تحفظون المقارنة لأن هاي كلش مهمة. إذا جبت لكم ليش الثريد أسرع من البروسيس مثلا 5 reasons. أوكي. أعطيني 5 أسباب، تحفظوا لي أي 5 أسباب من هذه المقارنة. طبعا هاي المحاضرة هي نفسها محاضرة الوورد اللي عندكم المختصرة، جائز شوية بيها يعني قدمت موضوع وأخرت واختصرت بيها شغلات، لكن هي ترى نفس المحاضرة.
يعني تحبون تقروها على الباوربوينت وتسمعوها، أو تسمعون وتأشرون على الملزمة اللي عندكم. هذه الصفحة موجودة نفسها باللكتشر نوت، اللكتشر نوت اللي هي الملف الوورد اللي دزيت لكم إياه آخر شيء عن الثريد اللي هي المحاضرة المختصرة. المحاضرة المختصرة أنا سميتها لكتشر نوت، أوكي؟ هذه ماكو داعي يعني تدرخوها أو تحفظوها، لكن اقروها اطلعوا عليها، لأن هي نفسها الكلام اللي راح يكون بعد هاي الصفحة نفسها. طبعا قبل لا أبدي أشرح لكم هاي الصفحة، هاي الصفحة ما موجودة بالملف الوورد فقط، بس هاي الصفحة، هذه الصفحة شرحت لكم بها عن مقدمة عن الأوباك أوبك داتا تايب. هذه شنو هذه الأوبك؟ يعني الداتا تايب الغامضة أو المبهمة، هي داتا ستراكشر معينة ما تتعرف بالواجهة. يعني شنو؟ يعني أنا عندي pointer من function معينة كexample، أوكي؟ راح أستعمل هذا pointer اللي جاي من هاي function كparameter إلى function أخرى. ذكركم هذا بشيء؟ إيه ذكركم. تذكرون من شرحت لكم ذيك المحاضرة برنامج البسيط على الثريد؟ تتذكرون شلون قلت لكم هذا يكون ريفرنس الى هذه الفانكشن وترجع قيمه الى اخره؟ هي هاي الثريد هو اوبيك داتا تايب. يعني باختصار، يعني باختصار اوكي، انتم فهمتوا انه هي بوينتر تو ا بوينتر تو ا بوينتر الى اخره. يعني المهم pointer to a pointer ماكو فد value معينة، ماكو فد value معروفة. طبعا الريزلتس ممكن تكون مبهمة أيضا، يعني أني ما أعرف شنو اللي راح يرجع لي. جائز أول مرة نفذت رجعت لي القيمة، لكن في ذي الورا والورا والورا القيمة نفسها تغيرت، هي دا تجيني من نفس المكان القيمة بس دا تتغير. هذا معنى الأوباك داتا تايب. هاي كلش مهمة، حتى أريدكم تفهموها. يعني مثلا إذا أجاكم سؤال شنو الأوبيك داتا تايب، اشرح لي إياها، انطيني فد إكزامبل مثلا، أوكي؟ أريدكم تفهمون الإكزامبل هو شنو. إنه عندي أني بوينتر من فانكشن معينة استعملته كبارامتر تو أذر فانكشن، أوكي؟ هذا أبسط إكزامبل ممكن أنتوا تكتبوه، أو جزء من برنامج أنتوا حافظي anything. المهم فهموني، أنتوا فاهمين، أنا أهم شيء عندي تفهمون. أنا ما يهمني تدرخون وتنزلون نفس الكلام، أنا ما يهمني هذا الشيء. يعني من أجي أسألكم أي سؤال وأنا قالت لكم هذا الموضوع مهم، من أجي أسألكم أي سؤال عن الموضوع وإذا أنتوا ما فاهمي شو راح تجاوبون؟ أنا ما أريد درخ، أريد فهم. افتهموا، الفهم هو اللي يفيد، الفهم يخفف طريقة الدراسة، الفهم رح ينطيكم بعد نظر، الدرخ ما رح يفيدكم بهاي المادة، أوكي؟ طبعاً هنا أنا خليت لكم فالتعريف بسيط. تعريف ثاني، أي واحد من هاي التعاريف، أي anything تقدرون أنتوا ترتبوه بأسلوبكم الخاص عربي أو إنجليزي على الأوبيك function، أنا ما عندي أي مشكلة. المهم تفهمون شنو الفكرة. بالإنجليش، in English العفو، not able to use to be seen through، يعني شيء أنا ما أقدر أنظر من خلاله اللي هو التمثيل الحقيقي، أوكي؟ يعني نفس فكرة إنه أنا pointer to the pointer أو pointer to a pointer to a pointers، أوكي؟ computer science this mean a value which reveals no details other than the type of the value itself. هذا كلش حلو، هذا تعريف بالcomputer science شنو تعني ال opaque data، أوكي؟ completely. طبعاً هنا أنا عندي تعريف آخر ثالث، opaque data type
is a data type that is incompletely defined in an interface. So that is values can only be manipulated by calling subroutines that have access to the missing information. Okay? هذا هو تعريف الـ opaque data type. طبعا هذا مهم. تذكرون بالمحاضرات السابقة طلاب احنا اخذنا الثريد بعمليتين مهمة. Just like MPI. الـ MPI شنو بي؟ MPI initial و MPI finalize. ما أقدر أستدعي أي شيء قبل الـ MPI initial ولا أقدر أستدعي أي شيء وراء الـ MPI finalize. thread نفس الشيء. أنا أسوي create للthread. في حالة عندي single thread بس أحتاج create. في حالة عندي multiple threads أحتاج will create عملية create العفو عملية join. يعني join ما أستعملها إلا في حالة عندي multi-thread. For the basic operations on the thread is thread create و thread join. هاي الأساسية والرئيسية. إذا جاكم explain thread لازم أنتوا تخلوا لي الثريد تعريفه. رسم الثريد موجود عندكم بشابتر 2 and تخلوا لي الoperation مال الثريد أو الoutline مال الثريد اللي هي موجودة عندكم بالمحاضرة. محاضرة الثريد الأصلية. أعتقد أني خليت لكم outline بيها. وهم إن شاء الله على المحاضرة القادمة راح أكتب لكم بعض تفاصيل أكثر عن الثريد. أوكي؟ طبعاً أني عندي عملية الكرييشن. قبل لا أبدي أسوي create لازم أستدعي pthread.h اللي هو الهيدر الخاص بالثريد. تذكرون أنا قلت لكم انتبهوا على الهيدر. الهيدر مال MPI والهيدر مال الثريد. شنو فائدة الهيدر هذا؟ والفائدة كلش بسيطة. هيدر pthread.h شو يسوي؟ يخليني أستعمل دوال الثريد. وهيدر MPI يخليني أستعمل دوال MPI. وجائز يجيكم هيك سؤال. شنو فائدة الـ hash include pthread.h؟ شنو فائدة الـ hash include mpi.h؟ okay. pthread create هذه هي الدالة اللي راح تنشئ لي thread. I am already قبل هالمفروض معرفة thread id. thread id اللي هو الثريد اللي من نوع pthread underscore t. okay. هنا راح يكون هذا الثريد نيم. هذا هنا يكون وراء اتريبيوت. الاتريبيوت اذا اني ما احتاجها وما استعملها راح تبقى نل خلال البرنامج. ثلاثة الستارت روتين اللي هي الفانكشن اللي اني راح اتعامل وياها او الروتين المعين اللي راح اتعامل وياه على مود انفذ. والارجمنت. الارجمنت هو شنو؟ اني امرر متغيرات إلى الستارت روتين. أمرر لها متغيرات حتى أرجع قيمة. أوكي؟ طبعاً الأرجمنت من أمررها كبوينتر. أوكي؟ وممكن إذا ما أستعملها أخليها نل. ممكن أحطها بالبرنامج كقيمتها نل. طبعاً الثريد opaque unique identifier. Unique Identifier لأن أنا راح أتعامل ويا Main Thread. هذا Main Thread راح أنفذ عن طريقة وعن طريق اسمه الشيء اللي أنا أريده. ممكن أنا بالبرنامج عندي أكثر من Thread أسوي Create الأكثر من واحد فهذا احتمال ممكن يتغير. Okay. Unique Identifier for the new thread returned by the subroutine. الـ ATTR اللي هي Attributes مختصر Opaque Attribute Object that may be used to set thread attributes. You can specify a thread attributes object or not. Or default value. يعني شنو default مال الـ attribute؟ إذا أسألكم شنو default مثلا أجيب لكم هذا. Okay بالامتحان
ممكن أجيب لكم بثريد كرييت وأطلب منكم تفهموني كل وحدة هي شنو وشنو فائدتها. ممكن أقول لكم شنو الديفولت مع الاتريبيوت، تعرفون لازم أنه الديفولت هي نوب start routine the C++ routine that the thread will execute once it is created. Okay. Well, argument. Arg مختصر argument. A single argument that may be passed to start routine اللي هي الفانكشن الأساسية اللي أنا راح أستعملها. It must be passed by the reference as a pointer cast of type void. Null may be used if no argument is to be passed. مثلا إذا سألتكم الأرجمنت شو وقت أعتبرها نل أو شو وقت أسويها نل، شو وقت أخلي الأرجمنت نل، شو وقت الأرجمنت تساوي نل. نل may be used if no argument is to be passed، يعني أنا من ما عندي أرجمنت أمررها للستارت روتين أخليها نل. هاي الأشياء أريدكم تفتهموها وتركزون عليها كلش زين، لأن هاي مهمات احتمال ممكن يعني احتمال تجيكم. أوكي، آخر شيء شرح بسيط عن الجوين. الجوين إحنا قلنا من عندي أكثر من ثريد استدعي بي ثريد جوين، خلي بيها الاي دي اللي هو ثريد اي دي اللي أنا أوردي سبق أن عرفته قبل الكرييت، والستاتس الID هي الـ input that specified the thread ID، والـ status هي الـ input pointer to a pointer that no successful return will contain the termination status of the specified thread. طبعاً أنا إذا عندي thread واحد ما أحتاج أسوي join، خاصة إذا أنا ما عندي فد value أو متغيرات أنا ممكن أتعامل وياها، يعني ممكن بس طباعة ما تحتاج أسوي join ويطبع وينتهي. لكن من أريد أتعامل ويا أكثر من ثريد شو راح أسوي؟ أو أطبع أكثر من مرة مثلاً، أو أطبع أكثر من شغلة طباعة وباس فاليو معينة، لازم أسوي termination للثريد. فائدة join أسوي termination للثريد، يعني تنهي الثريد، تنهي join تنهي الثريد. أوكي، هاي لازم أني أستعملها، شغلة كلش مهمة. Thank you for listening, dear students. أتمنى تكون المحاضرة كانت واضحة ووافية. أتمنى افتهمتوا الشرح. الثريد سهل، ما بيفت شي صعب، يعني مجرد أني أفهم البيسكس ماله. إن شاء الله المحاضرة القادمة رح أعطيكم الأمثلة examples، شلون نسوي لها tracing، شلون صارت هاي الأمثلة وليش هيك انكتبت. راح أحاول أشرح لكم إياها بالتفاصيل، إن شاء الله تكون واضحة عليكم. وأتمنى أسمع أسئلتكم، أتمنى تتفاعلون على الكلاس روم حتى أنزل لكم دائما أمثلة أكثر. وإن شاء الله أكون وفيت المادة. اللي عنده أي اقتراح أنه أحسن من المادة أني أتقبل اقتراحاتكم بكل رحابة صدر. شنو اللي أنتوا تريدوا؟ إذا شرح أكثر أنا مستعدة أشرح لكم، إذا ما فهمتوا أي شيء مستعدة أجاوبكم وأعيد لكم الشرح غير صيغة أيضا. تحياتي لكم، أتمنى تكونون بصحة وعافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.